نحن نتحدث عن استمرار للقصف المدفعي بشكل مكثف على مناطق مختلفة في محافظة خان يونس، وأيضا غارات إسرائيلية متواصلة، وبين الحين والآخر وبين الدقيقة والأخرى تصل أعداد كبيرة من الإصابات والشهداء جراء كثافة القصف المدفعي المستمر تجاه منازل المواطنين. المستشفى هنا وبالتحديد ثلاجات الشهداء امتلأت بشكل كامل، وبات يوضع الشهداء على الأرض نظرا لتكدس أعدادهم داخل الثلاجات. هناك بعض العائلات بدأت بتشييع جثامين أبنائها على عجل خشية من أن يتم استهدافهم مرة أخرى خلال عملية التشييع، لكن نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء، زادت عن 50 شهيد، وهي متوقع أن تزداد بشكل كبير جدا، لأننا نتحدث عن استهداف متواصل بالمدفعية الإسرائيلية لمنازل المواطنين في أكثر من منطقة. كان الجيش الإسرائيلي قد ألقى منشورات تجاه أيضا مسط البلد هنا في خان يونس، وطلب السكان بأن يخلوا منطقة حمد وكذلك بني سهيلة لأنها منطقة قتال خطيرة، وأن عليهم البقاء في المستشفيات وكذلك البقاء في مراكز الإيواء، وبذلك لن تكون أيضا هذه المناطق التي يصفها الجيش ويطالب بالبقاء فيها لن تكون آمنة، لأننا في كل غارة إسرائيلية تصل شظايا هذه الصواريخ إلى داخل المستشفى، وكل محيط المستشفى أيضا هو معرض للغارات الإسرائيلية. وكان مساء أمس أعنف الأحزمة النارية التي تواصلت حتى فجر هذا اليوم على محافظة خان يونس. الطواقم الطبية هنا تبذل جهود كبيرة وكبيرة جدا في محاولة إنقاذ حياة هؤلاء المصابين، وأيضا في ظل نقص وعجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا عدم وجود للمطالبات بضرورة التوجه إلى بنك الدم والتبرع بالدماء، لأن الكثير من المصابين بدأوا يفقدون حياتهم لعدم توفر الدماء. هناك مناشدات مستمرة ومتواصلة بضرورة التوجه من قبل المواطنين والنازحين إلى مختبرات الدم والتبرع بشكل عاجل، لأن ما يتم التبرع به سيذهب فورا إلى غرف العمليات التي تكدست بآلاف المصابين، ويتم إجراء عمليات جراحية عاجلة لهم. طيب، الشهداء والجرحى الذين يصلون إلى مجمع ناصر الطبي، هل مجمع ناصر الطبي هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية هؤلاء؟ يعني هل تأتي من مناطق أخرى غير محافظة خان يونس؟ هل من مستشفيات أخرى في المنطقة أيضا تتحمل هذا العبء؟ هناك المستشفى الأوروبي يقع في شرق محافظة خان يونس، أيضا يتم نقل إصابات وشهداء إليه، لكن حجم الضغط الكبير هو في هذا المستشفى. وأيضا المستشفى الأوروبي لم يعد هناك قدرة سريرية أو استيعابية لأعداد من المصابين فيه، وابتلأت بشكل كامل على الرغم من أنهم أقاموا في ساحات المستشفى خيام إضافية، إلا أنها أيضا لم تتسع للأعداد الكبيرة من المصابين. نحن نتحدث عن غارات على مدار الدقائق وليس على مدار الساعة، وبجرائها يصل أعداد كبيرة من المصابين إلى داخل المستشفيات، فلذلك المستشفيات هي غير قادرة على هذا الكم الكبير من الإصابات التي تصل في ظل كثافة الغارات. صحيح. والقصف المدفعي المتواصل، وربما خلال لحظات قليلة تفقد سيطرتها، ونبدأ ونشاهد ربما خلال لحظات قليلة أن يوضعوا على الأرض هنا في ساحة المستشفى، لأن أعدادهم كبيرة وكبيرة جدا. هناك أيضا تحديات جمة ربما تواجه سيارات الإسعاف، على حسب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، قال إن سيارات الإسعاف لا تتمكن من الوصول إلى الجرحى في عدد من المناطق شرقي خان يونس. يعني هل لك أن ربما تحدثنا عن تلك التحديات والصعوبات التي تلاقيها سيارات الإسعاف؟ بالفعل، بداية المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس تشهد قصفا مدفعيا متواصل منذ يومين، وسيارات الإسعاف لا تستطيع الدخول إلى تلك المناطق لأنها تتعرض لهذا القصف الكبير، على الرغم من أن هناك عشرات ومئات المناشدات من السكان، بعضهم ما زال داخل منازل يطالب بأن يكون هناك إخلاء لهم، ومنازل أخرى تم استهدافها وهناك عدد من المصابين بداخلها ينزفون وأعداد من الشهداء. الطواقم الطبية لا تستطيع الدخول لأن القصف المدفعي هو بشكل عشوائي تجاه المنازل، تجاه كل السيارات التي تتحرك، فهي تجد صعوبة في الوصول إلى تلك المناطق، وتم استهدافها في وقت لاحق لأن الجيش الإسرائيلي لا يعني هو متخبط لدرجة كبيرة ويقوم باستهداف كل ما هو
متحرك خلال ساعات الليل، كان هناك انقطاع لكل وسائل الاتصال والتواصل والإنترنت، فلم تتمكن سيارات الإسعاف من تحديد الأماكن التي يتم استهدافها نظرا لكثافة الغارات الإسرائيلية. حتى المناطق التي يتم استهدافها ما أن تصل سيارات الإسعاف يتم معاودة استهداف هذه الأماكن مرة أخرى، فيقع المسعفون ما بين شهيد وما بين جريح، فلذلك هناك عمليات وصعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق التي يتم استهدافها، وصعوبة في محاولات انتشال المصابين والشهداء على الرغم من عشرات الاستغاثات، لكن هي بالفعل لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم الكبير من الإصابات والشهداء، وهذا ما بدا واضحا من خلال أننا نشاهد المواطنين الذين يقطنون في محيط المكان المستهدف هم أول من يصل إلى المستشفى ويقومون بإنقاذ ونقل الشهداء والمصابين. محمد، أيضا هناك الشبكات بين المقاومة الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال وجنود الاحتلال في شرقي خان يونس، نريد أن تحدثنا أين تلك أو تقع تلك مناطق تلك الشبكات، إلى أي مدى تبعد أو كم من كيلومترات تبعد عن وسط خان يونس أو حتى عن النقطة التي أنت فيها الآن، أين هو هذا العدد الكبير من النازحين وأيضا سكان محافظة خان يونس؟ بداية النازحين كانوا يتوزعون في عدد كبير من مراكز الإيواء وفي ما تتبع لوكالة غزة وتشغيل أجل الأونروا وأيضا في مدارس حكومية وفي المستشفيات، لكن إسرائيل استهدفتهم صبيحة هذا اليوم في أحد المدارس وتم انتشال عدد كبير من الشهداء والمصابين. نحن نتحدث أن ربما تسمعون معي الآن عمليات تشييع جثامين الشهداء في هذه اللحظات، وسنكمل هذا أصوات، نترك المايك لثانية واحدة. يعني كما تشاهدون يحاول المواطنون قدر الاستطاعة تشييع جثامين أبنائهم قبل أن يحل الليل وقبل أن تتساقط الأمطار التي بدأت الآن تهطل على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. مشاهد مؤلمة وصعبة وقاسية للأمهات وهم يودعون أبنائهم. الاشتباكات تتركز في منطقة خزاعة شرق خزاعة وفي منطقة بني سهيلة، ويقول القسام بأنه قد أطلق عدد من القذائف تجاه هذه الآليات المتوغلة، وأيضا يقول بأنه أطلق من خلال قناص عبر معداته العسكرية، كذلك قام بعمليات قنص للجنود من مسافة قصيرة وما أرداهم ما بين مصاب وقتيل، وقال أيضا أنه وسرايا القدس يخوضون اشتباكات عنيفة في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس ويطلقون قذائف من نوع الياسين 105، وكذلك يستهدفون ويشتبكون مع الجيش الإسرائيلي من مسافة صفر. الاشتباكات لم تتوقف بالمطلق منذ الأمس وهي ما زالت مستمرة، وبين الحين والآخر نسمع أصوات هذه الاشتباكات. هي لا تبعد كثيرا عن المستشفى، كما قلنا هو أشبه بحال مجمع الشفاء الطبي مع شارع النصر والشفاء. نتحدث عن ربما إذا استمرت الأحزمة النارية واستمر هذا القصف المدفعي بشكل عنيف جدا، ربما في دقائق قليلة تصل هذه الآليات إلى مجمع ناصر، لكن نحن نتحدث أن كثافة النيران التي تستخدمها إسرائيل هي تمهد الطريق لها لتسهيلها ودخولها لمسافات في عمق مدينة خان يونس، لأن استمرار هذا القصف المدفعي المتواصل والأحزمة النارية يوفر لها غطاء بشكل كبير للدخول إلى مسافات في داخل وسط خان يونس. طيب ماذا عن حركة النزوح باتجاه رفح بحثا عن مكان آمن؟ هل الطرق التي يسلكونها آمنة أيضا؟ يعني كل الطرق هي غير آمنة، سواء كانوا هنا في خان يونس أو في رفح أو في منطقة المواصل التي هي عبارة عن صحراء، لا يوجد أي مكان آمن بالمطلق. السكان منذ ساعات الصباح وهناك بالفعل حركة نزوح كبيرة للنازحين والمواطنين الذين يعانون من ويلات النزوح، هم نزحوا من مدينة غزة وشمالها إلى وسط القطاع وجنوبه، والآن نزح سكان خان يونس من المناطق الشرقية إلى الغربية، والآن ينزحون من محافظة خان يونس إلى رفح والمواصي. هم يواجهون صعوبات كبيرة، يتنقلون مشيا على الأقدام، يسيرون لمسافات طويلة ربما تستغرق أكثر من 6 و7 ساعات من أجل الوصول، وإذا كان معهم أطفال صغار ونساء كبار وكبار السن سيصلون في 10 و12 ساعة. لا يوجد هناك وسائل متاحة للنقل بشكل كبير، هي ضئيلة وضئيلة جدا،
ومحظوظ من يجد سيارة تقوم بنقله أو يجد دوابا تجرها تجر عربات، محظوظ من يجدها ويقوم بوضع الأغطية والفراش عليها والنزوح إلى مدينة رفح والتي باتت متكدسة بدرجة كبيرة ولا يوجد متسع لهؤلاء النازحين. من هناك يحاولون أن يضعوا أغطيتهم يقوموا بعملها خيام، لكن تتساقط الأمطار عليها الآن فيبقون تحت المطر دون أي مكان يحتمون فيه.